صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مش كتعاودوا كنصوركم فيديو دابا مع 8:30. شوف كاين واحد الشيء وفي كازا الحمد لله عليها. المهم غبرت عليكم، راكم عارفين اللي كاين المرض ديال ماما هو اللي غبرني، وما كنبغيش البنات كل نهار نخرج لكم فيديو نهار على نهار، وبقى كنبكي وكنشكر كنكون عارفه ملي كيكون عندكم مريض في الدار خصوصا الوالدين. المهم نعاودش لكم هاد رمضان، الحمد لله وشكر لله عليه، واحد الاجواء في الدار نعاودش لكم عليها. المهم هاد الفيديو قسما بالله البنات، قسما بالله العائله ديالنا، الناس اللي كيسولوا عرفتي شحال ديال البنات كيقولوا كاينين شي بنات اللي دخلوا عندي انستغرام كيقول لنا والحرام عليك غير قول لنا شنو كاين، غير طمنينا على خالتي. ما قدرتش البنات نصور لكم قسما بالله، ما قدرت نصور لكم، ما قدرت نهضر معاكم، ما قدرت نجمع الوقفه، ما قدرت ندير حتى حاجه. الحمد لله وشكر لله. انا عارفه بزاف منكم غيقول لي لا نهار خصك تجمعي الوقفه وخصك تكوني مع ماماك وخصك توقفي عندها، غير انت عارفه هادشي غير نديرو ان شاء الله وغيكون، ولكن دابا انا باقا في واحد الحاله ديال الصدمه، باقا ما مستوعبهاش. بالنهار وليله عرفتي ماما كانت بخير الحمد لله، بالنهار وليله ماما طاحت، بالنهار وليله ماما شدت الفراش باقا ما تقبلتهاش. الحمد لله على كل حال، لا اعتراض على قضاء الله وقدره، ولكن تجيك صعيبه في الوالدين. الحمد لله على كل حال. بغيت غير نعاود لكم شنو وقع، شنو لقاو عندها وشنو كاين وشنو هذا، وكاين دموعي كيغلبوني راكم عارفين اللي كاين، غير عذروني وصافي. كيف ما قلت لكم هذا الفيديو على قبلكم نتوما، الناس اللي متبعيننا وكيبغيونا وكيسولوا على ماما، خصوصا ماما ما عمر شي واحد قال فيها خيبه سبحان الله حتى في لي كومونتير، سبحان الله عزيز على كل شيء لدرجه حتى شي واحد ما كيقولش فيها خيبه حتى في لي كومونتير، حتى الناس اللي ما كيبغيونيش انا ما كيقدروش يقولوا شي حاجه خايبه في ماما سبحان الله. الحمد لله على كل حال. المهم نحاول نشرح لكم، ما باغيش نمونطي هاد الفيديو، هادشي علاش ما قطعتش، حيت ما كاين خاطر تمونطي، ما كاين خاطر تصوري، ما كاين خاطر تاكلي، ما كاين خاطر تنعسي، ما كنبغيش نعس، كنقول انا غنعس وماما فيها الحريق، انا غنعس وماما ما نعساش. دابا بقيت انا غنمشي نشوفها، نمشي عاد غنمشي. المهم ما عرفتش خليت لكم فيديو اللي فات، خليت لكم راه راسها قلنا شكينا في الزونه، حتى نتوما شكيتوا في الزونه، ما عندهاش الزونه راه كتجي وكتفوت. المهم الحمد لله شد الحريق بزاف، كتبان لي ماما هاد النص ديال وجهها بدا كيتباغاريزا، بدا كيتشلل، كتحركوش كتحرك غير النص الاخر، والحريق كيتزاد عليها بزاف. قلت لهم بزاف هادشي زعما ما قادرش، كتقول لي غنسطا. وديك النهار جبتها عندي شي 3 ايام ولا يومين عندي، قلت باش ترتاح خديت كونجي، ما قلتش لكم واقيلا خديت كونجي باش نقابلها، نعطيها دواء في الوقت نواسيها، كتعرفوا لي انا مقربه منها بزاف وتا هي. يلا باتت عندي نهار الاول مزيان، داز زوين، ضحكنا لعبنا، مقابلها شويه ما نعساتش مسكينه في الليل، الصباح كتقول لي ديني لداري غنبقى نبرزطك، كنقول لها ماما كلي عندنا واش تبرزطيني شنو عندي من غيرك. ما علينا، داز النهار مزيان، الغد قلت لها شويه لا غد ماما ماتت وحيات، ماما ماتت وحيات، كنشوفها قدامي ماتت وحيات. درت واحد الكريز لله اللهم محمد رسول الله. المهم صافي درت بحال هكا، قلبت عينيها وحلات فمها. المهم بلا ما نوصف لكم، لان انا ديك ليماج باقا ليا بعيني ما عمرني غنساها، وبقات بحال هكاك واحد الوقت، ما عرفتش شحال ديال الوقت. صافي سخفت كنعيط لبابا، ما قدرتش، ما اول واحد طاح لي في بالي هو بابا، تعبدوا عرفتي بحال نسيتو، بحال مشات لي الذاكره. عيط لبابا قلت ليه عتقني ماما كتموت، ماما كتموت عتقني، كنقول لها ماما كنفيق فيها ماما ما كايناش، بقات بحال هكا بلوكي، كنقول لها ماما ما نقدرش على هذا الشيء، ماما فيقي جاوبيني، ماما جاوبيني. بقيت كنشوف داك الشيء. المهم هذيك ديك اللحظه عشت الاحساس ديال ان ماما ماتت، الله يطولها في عمرها، الله يشافيها يا ربي. ياك البنات عافاكم دعوا معها، جات عندي البارح ليلى صاحبتي كتقول لي ليلى شانيل، كتقول لي شوفي غير قولي للبنات يدعوا معها، راه انا كنت شوفي منا شدزت والدعوات ديال الناس قسما بالله كتوقف معها، دعوا معها مسكينه ماما حنينه، ماما ظريفه ما عمر اذت شي واحد، كتصبر في حقها. المهم باش ما نناقش لكم، هذاك النهار قلت لا هادشي ماشي عادي، هادشي ماشي عادي اللي فيه ماما، لدرجه انها توقع لها هكاك ما يمكنش، شويه فاقت شويه بقات دابا كانت كتبكي في الاول كتقول شنو هادشي، انا ما قدرتش على هادشي مسكينه، وديك الالام وليت دير ديك الكريز من وراها فاقت، بقات كتكمل فهمتوا، كملات كتقول لي منو ما تخافيش، قالت لي الموت هادي، راه الموت هاديك كنتسنى غير الروح تخرج. قلت لها لا ماما ماشي الموت، راه غير
غير تكالمي ان شاء الله غيكون خير، غير راسك غير هادي صافي. انا الدنيا دارت بيا، عيط لبابا، جا بابا مسكين حتى هو بقى كيبكي وكيمشي كيقول لا حول ولا قوه الا بالله، كيقول لي بابا تو كمل عليا، قال لي راه هي اللي حاسه براسها مسكينه هادي. صافي انا عشت داك النار، بقيت كتسامح مع بابا، كتقول توصي على ولادها، كتقول لي نوصيك على ولادي، راه ما عندهمش العقل، راهم حنان مسكينه، عرفتي داكشي ما نعرفش لكم. بابا تا هو مسكين، وليت ما حيتي انا لبابا ما حيتي لماما، بابا ما صبرش الحمد لله. المهم عيطنا للطبيب، تشاورنا معاه، قال لنا شنو كاين شنو كاين، قال لنا خصكم يشوفها نوغولوك، ضروري خصو يشوفها نوغولوك باش يعرف شنو داكشي اللي عندها في راسها. ديتها عند نوغولوك، خرج لي ليا غيم، درنا لها ليا غيم، مشيت كنقلب على ليا غيم ديك الساعه، قال لي اون اورجونس مع رمضان، لقيتهم كيسدو مع الربعه، صدقت سديتها للكلينيك تما كيديرو زعما كيبقاو كاينين، شوف الناس ملي متلقاوش هادشي يسيرو للكلينيك، حيت لي راديولوجي عندهم وقت، الكلينيك راه كيكونوا اون بيرمانونس. المهم علينا، غير بالنسبه للناس اللي كيدوخوا، حيت انا في الدومين وكندوخ، ملي كتبقى شي حاجه ماما ولا شي واحد مقرب كندوخ، ما كنعرفش نمشي. مشيت للكلينيك درت ليها ليا غيم، ما خرجش ديك الساعه حتى لا غد، ولكن الدري اللي تما يمسكي العمر هذا شرح ليا قلت لي شنو كاين شنو كاين، هو كيدير ليا غيم باقي كاع ما خرجش في ليكرون هكا، كيقول لي شنو كاين. خرجنا قال لي راه ما عندها حتى شي حاجه خايبه الحمد لله. مشينا دينا انا وعبدو، رجعنا قلنا ضروري خصكم ترجعوا، رجعوا للكلينيك خصني انجيكتيها حيت عندها شي حاجه ما بانتش ليا، خصني انجيكتيها باش كيدير واحد البرودوي باش كيتوضح الصوره. رجعناها مسكينه عاوتاني انجيكتيها وعاود ليها ليا غيم. المهم اللي بان عندها ان عندها ورم، عندها ورم في راسها، هو اللي ضاغط لها على داك العرق، العرق اللي كيتحكم في هاد الجهه، هذاك الورم ضاغط ليها، قال لي راه ضاغط بزاف مبارك على هذاك العرق، يعني بداك الشيء علاش كيجي هذاك الحر ديال هذاك الحريق كتبقى كتغوت. المهم ما شافيها يا ما شافيها وخفف عليها، وهذا الشيء اللي كاين. صافي رجعت ليا غير من الغد. المهم ديك الساعه انا صورت وما قدرتش نصبر، صورت فيديو في ليكرون، صيفطته للطبيب قلت ليها شنو كاين شنو كاين، قال لي يكون خير. المهم يكون خير ان شاء الله، حتى الغدا ودي للطبيب ديالها ديال الراس. لا غديت للطبيب ليا غير، قال لي صافي، قال لي خصني نشوفها النوغوشيروجيان، انا ديت عند النوغولوك، قال لي هذا لاكس ديال النوغوشيروجيان، يعني تقدر تكون عندها شي شيروجي، تقدر تكون عندها شي عمليه. اليوم غادا ندي هاد ليا غير غنديها للطبيب النوغوشيروجيان، النوغوشيروجيان نشوفو غير اليوم، مجرح ديال الدماغ والاعصاب، غنشوفو وغيقول لي واش شنو هو النوعيه ديال هاد المرض اولا، النوعيه ديال هاد الورم، وشنو هو العلاج اللي نقدروا نديروا، شنو باش نقدروا نكالميوها، حيت الدواء اللي كناخذ لها من الاول الحمد لله قال لي الطبيب هذاك هو الدواء اللي خصها، ما زادها حتى شي حاجه، قال لي مزيان اللي بديتو ليها هاد التريتمون، يعني الحمد لله، واخا ما درتش ليها ليا غير في الاول، ولكن هذا هو الدواء اللي هذيك هذه هي الطريقه اللي كنخصني نسلكو في الاول، ضروري لي كالمو والدوايات ونعالجوا هذاك الفيروس. دابا حنا عندنا شكوك واش كاين الورم قبل، وهذاك الفيروس هو اللي بحال انفلاما وكبر مثلا وضغط على العرق، اولا هادشي واقع غير من الفيروس، هو الطبيب كيقول لي لا ميمكنش زعما الورم يلاه بان، باقي عندنا بزاف الشكوك، كيفاش تسبق الفيروس هو الاول اللي كان في هذاك ليغبيس اللي انتشر، كيفاش سبق هو الاول قبل من الالم ديال الراس، فهمتوا؟ باقي ما عرفناش هادشي، علاش دابا غنمشي عند هاد الطبيب الثالث، دابا هو اللي يحاول يفسر ليا. قلت لكم البنات والبارح البارح عاود دات لنا جوج بحال غيبات جوج مرات الصباح، دابا انا غنمشي ما بغيتش نعيط لبابا في الصباح، خفت تكون ناعسه، غادي نمشي نشوفها هي الاولى، عاد نمشي عندي هذا عند الطبيب، قلت صغير نقول لكم هذا الشيء. المهم هذا الشيء اللي واقع، البنات اللي غيشوفوني ضعيفه في هذا الفيديو غيشوفوني يعني حالتي حاله راسي نورمال، ملي كتجيك في الوالدين انا عارفه راسي غنقوي راسي وغنوض، عارفه قلت لكم انا دابا في حاله صدمه باقا ما يلا تحطيت في هذا الشيء، ولكن انا معاها، انا ضروري البارح يعني هاد الايامات كلها ما بقيتش عارفه حتى من نهار في السيمانه، هاد الايامات كلها كنكون معاها كنوكلها كنعطيها دواها كنواسيها، كيف ما قلت لكم من بعد راه ضروري راه ضروري، يعني انا عارفه كما تقولي انا نقوي راسي كيف ما قلت في الفيديو اللي فات، غنقوي راسي وانا حمد الله وشاكره والحمد لله واستغفر الله العظيم كل شيء، وخا صعيبه كتجيك في الوالدين صعيبه خا حتى شي حاجه، كتبقى باغا حتى شي حاجه، حتى حاجه ما كتبان لك، حتى حاجه ما كتحلى عليك. انا دائما ماشي غير دابا في المرض ديال ماما، ديما كنقول لكم اللي عنده صحته ياكل البنات،
عنده كلشي، ملي تفيق تلقى عينيك ورجليك وتلقى والديك حداك ووليداتك وراجلك والناس العزازين عليك وخوتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عبد على داك الشيء. عاد طلبي المزيد، حنا ديما كنكونوا طموحين باغي المزيد، ولكن هذا الشيء هو الاساسي، هذا الشيء هو كلشي. عاد كيجي داك الشيء غير خضره فوق المنطعم، كيف كتجيك في الوالدين كتجيك في الام، كتجي قاصحه كتجي قاصحه بزاف. وصل انا ماما ماشي عمرني صغير صغير مرض، ولكن كيجي ما عرفتش عندي حيت كنقول ما تستاهلش، ظريف وحنينه مستعفه فينا كلشي كيف كان ماشي انا ماشي كيف كان خالي خوالاتي بنات خالاتي كلشي صحاباتي كلشي كيف كان حيت ما كتستاهلش هاد المرا طيبه بزاف. المشكله ماشي غير المرض وصافي، الحريق داك الحريق كيحمقها، خاصك تضرب رجليها تضرب راسها تضرب يديها من الحيط راسها ما تقدرش تقيسو وما كترضاش ماما ما كترضاش. ما واخا انا اقرب مقربين ليها ما كترضاش مسكينه، تبغي تغسل بوحدها تبغي تبدل بوحدها، دابا مديرو جي غير شعرها راه شو ما كتقدرش مسكينه تمشطو. كنقول ماما مشط لك شي فيديو ما نقدرش نقيس لها حتى صافي خليه ماشي مشكل. المهم ينتي الشعر ماشي مشكل، غطيو لي شعري خليني كندخل الحمام ما كنبغيش نخليها بوحدها كنخاف الدوخ تخاف طيح تما، كتقول لي لا خليني بوحدي تنعيط ليك كترضاش. الله يخفف عليها، ما بغيش عارفه كما تازم معايا في هذا الفيديو والله غير سمحوا لي. المهم بغيت نقول شكرا بزاف صحاباتي الناس، واخا ما كنصورش صحاباتي واقفين معايا الحمد لله، شكرا لهم بزاف. جاو عندي كلهم، جات عندي كنزه، جات ما تنسى حتى شي وحده، جات عندي احلام، جات عندي حاجه عزيزه، جات عندي مونيا النقاشه مسكينه شكرا لهم بزاف. جات عندي البح ليلى، ليلى شاني مسكينه الله يخلي لها وليداتها مسكينه الله يفاجئها علاش حد عاس معها. ماما عزيزة عليها وكتقول لي إلا ماماك ما نقدرش، قلت لها عذرتها قلت لها رمضان والبناء وليداتك، قالت لي إلا ماماك ما نقدرش نسمع مريضة. قالت لي عزيزة عليا بزاف ديك السيدة عزيزة عليا بزاف، عمرني نسى جات عندي فاش كنت حاملة وواساتني الحمد لله. المهم صحاباتي كلهم، سمية مسكينة واقفة معايا راك تعيط لي كل خطرة كتقول لي واش نجي، كنقول لها ما كاينش أجواء ديال فين تجي، ما عندكش فين تجي صافي، ما غتزيد ما غتنقص. اللهم خلات هي ماما مسكينة مريضة الله يشافيها. كلشي كيعيط ليا تيما مود مسكينه كتعيط لي كل خطره كتسول فيا لي ميساج، صحاباتي في الخدمه. المهم هادشي حيت باش ما تقولوش زعما كاينه بوحدي، حتى انا ما كنقدرش نصور ماما ما كنقدرش نصور حيت مسكينه قلت لكم ما كتقدرش دير تزيفها، ما نقدرش انا نشد الكاميرا ونصور ماما وهي مريضه، تولي شويه لاباس دعيو معايا غير تولي لاباس ونخرجها ونتهلا فيها ونصورها ودير معايا فيديو، عارفاكم حتى ما تبغيو تشوفوها. المهم الحمد لله على كل حال، شوفوا انا الحمد لله وشكرا وراضية تماما بحكم الله سبحانه وتعالى، راضية به الحمد لله كيف ما كان. غير هي كنتمنى الخير، كنتمنى يكون عندها تخيط، ما كنتمنى تكون أزمة وتفوت. نصبروا ليها ماشي مشكل، نحضروا الراس ونصبروا ليها الحمد لله على كل حال. المهم هادشي اللي قلت درت هاد الفيديو باش نطمنكم نتوما، تعرفوا شنو كاين، تعرفوا شخصكم شنو كتعيش حاليا، وهاد الحالة اللي فيها ماشي غير انا، خوتي كاملين كاملين ما صابرينش. بابا تا هو بابا مسكين اقرب واحد ليها، بابا حنين فيها بزاف، كنشوفو تا هو كيتقطع البارح فاش غيبات مسكين مشى تغطى وكيتغمى وكيتمخصص، وكنشوف فيه كنقول لي بابا ان شاء الله غيكون خير ان شاء الله غادي يكون خير، وهي مسكينه ماشي حاسه بكلشي وعارفه. كنتو كنعرفاكم كتبكيو عليا كتخبو كتبكيو عارفاكم، صبروا كتقول لنا صبروا ولا جات الموت راه ما عندي ما ندير لها، كنقول لها ماما راه تخافيش راه الموت ديال الله سبحانه وتعالى كل واحد الاجل ديالو، انا عارفين هادشي غير هي راه كتجي قاصحه راه اللي مجرب راه عارف. انا هادشي عشتو مع خالتي خديجه الله يرحمها راكم عارف شحال كتهزها ليا، عشتو مع البنات مع كنزه ومع ماجده، هادشي عشتو معاهم وعارفه خطوه بخطوه، عارفه الام شنو هي وعارفه مرض الام، واخا كنت كنفوج عليهم كنقول لها لا قوي راسك، كنقول كنزه غنوضي قوي راسك وخدمي وصوري، خاصك تعاوني ماماك وهادشي فيه مصاريف وخاصها تكون خاصها تشوفك راه فرحانه باش هي ما تأزمش. انا هادشي كله عارفه البنات اللي غتقولوا لي عارفه، ولكن بيني وبين راسي انا كنت كنقول باز ليهم، كنت كنتاسف ليهم كنتأزم ليهم، هادشي عشتو لان حتى هي كانت قريبه ليا بزاف الله يرحمها ويوسع عليها. هادشي اللي كاين، المهم كيف ما انا كنت كندعي مع خالتي خديجه وكيف ما كنت كنحس بها، انا متاكده انتم غتحسوا بماما عارفه هادشي، يعني الا جيت وغبرت بشحال ما صورت لكم مع شي 6 ايام ولا ما عرف شحال
الا شي صغبرت راه ضروري غير واحد النهار غنصور فيديو ضروري غتعرفوا هذا الشيء. انا ما كرهتش كون كنت صغبرت ونجي نقول لكم ماما راه ولات لاباس، ماما راه بخير، ازمه وفاتت وندير صدقه ونجمع الناس ونجمع المقربين ونقول الحمد لله. ما كرهتش نفرحكم حتى نتوما، ولكن هذا الشيء اللي كاين الحمد لله. على كل حال المهم الناس درت لكم هذا الفيديو قلت لكم غير باش نطمئنكم وباش تدعوا مع ماما وتعرفوا خصكم قلت لكم شنو كتعيش. وشوفوا ماما مريضه دابا شاد الفراش كدعي مع كل شيء قسما بالله كتقول يا ربي، كنقول ماما الله يشافيك كتقول الله يشافيني ويشافي جميع المسلمين، الله يشافيني ويشافي جميع المرضى، حيت هي قالت لي هادشي اللي فيا ما نبغيش العدويا، شي واحد عدويا ما نبغيش لي. الحمد لله على كل حال ادعوا معها ان شاء الله. كنتمنى الفيديو الجاي نكون تكون خبر زوينه، نكون انا طمأنيت بعدا ونطمئنكم والحمد لله على كل حال.